السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم معنا ان شاء الله في هذا الفيديو الجديده. بزاف ديال الناس كيكون عندهم البيت جاي ناقص شويه وكيبغوا كاميرا اللي تكون الثمن ديالها ما يديباسيش واحد 2400 درهم. اليوم عندنا هذه الكاميرا اللي هي الكانون 1200 تي سيري بالكم كلوب، كانون 1200 تي. المواصفات ديال هذه الكاميرا مقارنه مع الثمن ديالها مزيانه. بالنسبه للكاميرا كتصور 18 ميجا بيكسل، فيها فيديو فول اتش دي 30 فريم. كاميرا فيها كاع لي مود اللي تحتاج، اوتو مود فيديو كاع لي مود اللي غتحتاج. كاميرا كتصور لي تقريبا شي 4000 اف بي اس بار سكوند في الباطا ديالها. كاميرا فيها فلاش ديال الانترن، لي بورت لي فيها فيها بورت ديال اتش دي مي و بورت ديال انك ترونسفيري لي زيماج ديالك البي سي بوغ ديال تيليكوموند. كاميرا ناقصه بوغ ديال الميكروفون، الناس اللي بغاو يركبوا لها ميكروفون ما كاينش فيها بوغ ديال الميكروفون. كاميرا الجوده ديالها مناسبه مقارنه مع الثمن. هادو كاميرات كيكونوا دو بي دغام، ما كيكونوش اللي هما فيهم مواصفات اللي واعرين بزاف كما تنقولوا. كاميرا اللي كتعطيك جوده الالوان مزيانه، جوده ديال الصور مزيانه، مي كيكونوا ناقصنا شي حوايج. مثلا بحال الاوتو فوكس فيها في لا فوتو، الناس اللي يصوروا لا فوتو راه فيها الاوتو فوكس، لا فيديو ما فيهاش اوتو فوكس في لا فيديو. ال 1200 دي راه حسن من 4000 دي، الناس كياخذوا 4000 دي. ال 1200 دي و 1300 2000 راه سيري، 4000 دي كاميرا كتجيني ناقصه بزاف بالنسبه مع لي زوبسيون ديالها. واخا كتلقى انها زايده في الثمن 1200، 1200 الناس اللي بغاو يتعلموا، الناس اللي بغاو كاميرا انهم يصوروا بها بجوده اللي هي محترمه، 1200 دي راه مزيانه. الناس كيصوروا لا فيديو، لا فيديو غتقادو ماني الفوكيس، حيت لا فيديو ما يقدرش يتقاد لك اوتو فوكيس. خصك كاع لي سيري هادو ديال 1200 ل 4000 دي راه ما فيهمش الاوتو فوكيس في لا فيديو. كتلقى ان فيهم الاوتو فوكيس غير في لا فيديو، في لا فوتو عفوا، ما كتلقاش فيهم الاوتو فوكيس في لا فيديو. على كيكون ناقص الثمن، كيحيدوا لك شي حوايج وكيعطيوك كاميرا اللي كدير حوايج مزيانين ولكن كتكون ناقصه في شي حوايج. الكيت لانس اللي كيمشي مع هاد الكاميرا اللي هو 1855، الثمن ديالها 2400 درهم. ديسبونيبل عند كاميرا لانس. ديزاين ديالها الصراحه زوين، ليطا ديالها جديده، ديما كتلاحظوا ان ليطا ديالها. حنا الماكازان ديالنا الا ما كانتش ليطا نقيه بزاف ما كنخدموش بها، كنحاولوا نعطيو الكليان حاجه اللي مزيانه اللي غيمشي ان شاء الله ويرجع عندنا ونبقاو مزيانين معاه. كاع لي زاباري اللي كيكونوا عندنا كنفيريفيو ليطا ديالهم كاملين باش اننا نعطيكم حاجه مزيانه، ماشي تنصيفطوا لكم الحاجه ودوزوا لها وتلقاو ماشي داكشي اللي بغيتو. ديما اي حاجه شفتوها في لي فوتو راه هي ولا في الفيديو راه هي اللي غتوصلكم ان شاء الله. هادشي كامل كتمشي مع 90 يوم ديال الكارونتي. اللي بغى 1200 دي راه ديسپونيبل يتواصل معنا. النمره ديالي ديما تنخليها لكم في الديسكريبسيون. خوت انستغرام راه ما عندناش، ما تبقاوش تدوزوا عندنا الانستغرام، الانستغرام ما عندناش، حنا كنخدموا بواتساب ولا كنخدموا بالتليفون ديريكت. مرحبا بكم، نتمنى تكونوا ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات جداد. السلام عليكم.